التميز لهذه السنة. نشكركم على حضوركم جميعاً، ونعلن أن هذا الحفل هو حفل لتشجيع وتعزيز النتائج المتميزة التي حظيت بها المنظومة التربوية بالإقليم أولاً، والتي كان عنوانها نسب جد مشرفة للنجاح في مختلف الأسلاك، ونسب أيضاً على مستوى النوعي، وهي الميزات التي سجلها تلاميذ وتلميذات في السلك الثانوي. هنيئاً لنا جميعاً، وهنيئاً لكم تلميذاتي تلامذتي، هنيئاً لكم أمهات والآباء، هنيئاً لنا جميعاً الأطر التربوية والإدارية، وهنيئاً لكل الشركاء وعلى رأسهم المساهم الأول السيد عامر. بداية أتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتكم الدعوة، وأحييكم تحية تربوية ملؤها الاعتزاز بحضوركم الذي نعتبره عنواناً لدعمكم لمنظومة التربية والتكوين، وتعزيزاً لمجهودات أسرتها من تلاميذ ومدرسين وإداريين، وتحفيزاً لها لمضاعفة الجهود قصد المساهمة في تحقيق رسالتنا التربوية النبيلة. هذا المناسبة والاحتفال بالمتفوقات والمتفوقين بالجميع الأسلاك، لا على مستوى ديال البكالوريا ولا مستوى الثالثة إعدادي ولا على مستوى ديال السادس ابتدائي، اللي تلمددين على المستوى الإقليمي، وخاصة الفتاة القروية اللي حقوا نتائج مهمة، اللي وصلت النسبة هذه السنة 93.27%، اللي هي النسبة الأولى على الصعيد الجهوي، وهذا يشرف لا الأطر التربوية ولا المديرية بشكل عام، ولا كذلك جميع المصالح الإقليمية بهذا الإقليم. عدد 18.56. اليوم بمناسبة نهاية الموسم الدراسي العمل كتحتفل بالتلاميذ المتفوقين في الإقليم. أولا كنهدي هذا النجاح للوالدين ديالي والأساتذة وكل من ساهم في هذا النجاح. طبعا سنة ثانية بكالوريا سنة كتطلب المجهود، كانت سنة نوعا ما صعبة، لكن كتبقى واحد السنة اللي هي جميلة جدا مليئة بالذكريات الجميلة، والحمد لله كانت نهاية جميلة جدا وتستحق من العناء طبعا، وشكرا. حصلت على معدل 17.64 من ثانوية تغرانت التأهيلية. أود أن أنوه بالالتفاتة الطيبة والجميلة التي عهدناها في مؤسسة طنجة المتوسط والمديرية الإقليمية الفحص أنجرة. أهدي نجاحي هذا لكل الأطر التربوية والإدارية بثانوية تغرانت التأهيلية كل باسمه، لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا النجاح، وأشكرهم على تفانيهم في عملهم. كما أهدي نجاحي إلى أسرتي الكريمة التي دائما ما هي السند ومصدر القوة، وشكرا. جيت سعيد بهذا اليوم هذا اللي هو تخريج للذكرى 25 لعيد العرش المجيد. رانا فرحان بزاف بهذا الوسام، بهذا التوشيح هذا اللي تلقيته بعد عامين ديال التقاعد.
والله ينصر سيدنا. دونك خدمت ما يناهز على 41 سنه ديال العمل بين مديريه طنجه اصيله ومديريه الفحص سنجره. قدمت دونك وتقلت عده مناصب من محضر مختبرات الى استاذ الفيزياء وحارس عام وممول، والحمد لله ونعمت مؤخرا بوسام ملكي بالدرجه الممتازه. وانا جيت سعيد، والفرحه اللي غامراني واحد الفرحه ما كتصورهاش. وكان دائما السند لكل الاطر التربويه والاداريه، والحاضر دائما في كل الانشطه بدون استثناء جميع الانشطه المنظمه من طرف المديريه منذ سنوات وعقود.